اليوم حبيت نتحدث على السياحة وعلى موسم السياحة. مازال 2017 ما انتهيش، ولكن فما دي بيلان تعاملوا، فما أرقام خرجت. على كل حال موسم الذروة معناها تعدى طويل. هذاك علاش أنا اعتمدت الأرقام اللي خرجت في آخر شهر أوت. دونك في آخر شهر أوت كان عندنا تقريبا 4,085,000 سائح دخلوا لتونس، فما زيادة مهمة بالنسبة لل 2016، 16% زيادة بالنسبة للسواح الأوروبيين، وفما 55% زيادة بالنسبة للسواح الجزائريين. فما زوز ملايين جزائري دخلوا، سائح جزائري دخلوا لتونس إلى حد 20 أوت، وهذه أكثر معناها نسبة تورت بالنسبة ل 2016. كذلك المداخيل تورت، فما 19% زيادة في المداخيل. وكذلك المؤشر الآخر الإيجابي هو رجوع توماس كوك، عطى الثقة مرة أخرى في تونس. وفما السواح البريطانيين باش يعاودوا يرجعوا. نحب نقول اللي السواح البريطانيين رغم الحظر اللي تعمل على تونس جاو، رغم هذا فما 10,000 سائح بريطاني جاو لتونس، لأن الوجهة جربوها قبل وعجبتهم وحبوا يرجعوا لها. هذا جانب معناها رقمي، لكن اللي يهمنا اكثر الجانب الاتصالي. اي في الجانب الاتصالي رمارك اخرى، فما نوعيه جديده من السياح باش تجينا، باش تولي تجينا ان شاء الله، هما السياح الصينيين. لان اليوم لازمنا نعرفوا اللي اكثر بلاد يخرجوا منها السياح يدوروا في العالم هي الصين. 100 مليون سائح صيني كل عام يزوروا البلدان الاخرى نتاع العالم. احنا في 2016 مجيو لكن 7,000 سائح على 100 مليون، على 100 مليون، على 100 مليون، دونك شويه بالكل. وفي 2017 يمكن 20,000 سائح صيني. هذا رقم هزيل، هزيل جدا، هزيل بالنسبه للبوتنسيال اللي نجموا نتحصلوا عليه من 100 مليون سائح صيني. الدوله التونسيه قامت بمجهود، نحات الفيزا، نحات التاشيره على الصينيين، وكذلك العمله الصينيه ولات داخله في الريزيرف نتاع البوك سنترال. من الناحيه الاتصاليه، من الناحية الاتصالية زوز حملات هي لفتت الانتباه متاعي. فما الحملة الموجهة للسياح الجزائريين، وعندنا ان سبوت باش نعديه، فما ومضة باش تتعدى فيها كيفاش يعني توجه. ولمتنا تحلى بيكم، ومع كل عطلة وفي كل مدينة مجيدكم ديما عزيز علينا. هذايا سبوت تعدى في القنوات الجزائرية. في القنوات الجزائرية وكان عنده نجاح كبير، وسلوغان هو مجيدكم عزيز علينا، هو مس برشا الجزائريين. نقطة القوة نتاعو أنه خذا بعين الاعتبار خصوصيات السياح الجزائري، واستجاب للانتظارات نتاع السياح الجزائري، وهذاك علاش كان عنده تأثير كبير، وحتى الناس اللي حلوا كل عرفوا اللي عنده، كان عنده تأثير على نمو الإقبال نتاع الجزائريين في تونس. فما حملة أخرى زادة توجهت للسياح الفرنسيين، وكانت عندها زادة هي خصوصيات، وكان عندها أنوتر سلوغان. كي نجموا نشوفوا الومضة اللي توجهت للسوق الفرنسية. سي المخرج سي العاطفي مدنا بالومضة الثانية إن شاء الله.
Mais à la Bien sûr, il y a le soleil au zénith sur 1300 km de côtes et de plages bordées de turquoise. Bien sûr, il y a l'émouvante beauté de l'amphithéâtre d'El Djem, les médinas de Tunis, de Djerba, de Sousse, et l'atmosphère magique des musées à ciel ouvert. Bien sûr, il y a le désert, tantôt jaune, tantôt rouge, et ses oasis de verdure. Bien sûr, il y a les marchés, les épices et toutes les saveurs de la cuisine méditerranéenne. Mais le monument qui rend la Tunisie incontournable, ce qui rend ce pays unique et inoubliable, c'est le sourire des Tunisiens. Retrouvez le sourire, il est en Tunisie. نحسوا ثم حرفيه في العمل هذا ثم حرفيه ولكن نقطه القوه هي زاد مره اخرى لو سلوغان لو سوغير اللي هو سي اون فالور ايماتيريال دونك ماهيش حاجه ملموسه ولكن هي حاجه تبعث الامل و سي تري اتراكتيف اي سي كرياتور دو فالور دونك نخرجوا من النمطيه نتاع نبيعوا فقط المناظر الطبيعيه والبحر ونعملوا اليوم نركزوا على لو بوتونسييل هومان دونك لا لا ريوسيت انها ركزت على لومان وعلى لو بوتونسييل اتراكتيف دو تونيزيا. ما علينا كان نشكروا على وزاره السياحه على المجهود هذا يظهر لي. اي معناتها فما تفكير اليوم فما العديد من الجوانب اليوم تنجم تجلب لنا السواح فما التوجه ايكولوجيك معناها ليكونومي ديورابل هذه زاده تخلي السواح يكون عندهم فكره انه البلاد مودرن وانها البلاد هذه قاعده تخمم في المحيط وانها انجاجي في دي كومبا اللي يخصوا ليكونومي ديورابل اي سي ان فاكتور اليوم هام برشا في السياحه زاده شكرا شكرا هذا في السياحه ماذا بيا زاده قبل ما تغادرنا ناخذ كلمتين على الانترفيو نتاع سي انا كنت تكلمت عليه منذ حين سي يوسف الشاهد اللي نهار الخميس قدم به لزملائنا في الحوار التونسي اللي لازم نعرفوه انه السيد يوسف الشاهد هو اللي طلب باش يتوجه للمواطنين عبر القناة وكانت الإرادة هي حسب رأيي استباق النقد اللي باش يكون حول مشروع الميزانية نتاع 2018 خاطر كثر الحديث وهو السيد يوسف الشاهد حكى مع الاخصائيين وتحدث مع السياسيين وتحدث مع الاطراف الاجتماعيه الكل ولكن حب هو يفسر للمواطن هذا حسب اعتقادي معناتها الهدف الاساسي انه كان التوجه كان يحب يفسره للمواطنين وقناة الحوار بالنسبة لي كانت لو مويان معناتها لو بلوز افيكاس خاطر تمس على كل حال جد كنا نتمنى انه يتفتح اكثر على وسائل الاعلام الاخرى.